بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل الآن محاضرات المساحة المستوية في موضوع البلان متر. البلان متر هو جهاز يمكن به قياس مساحة أي شكل على الخريطة بدقة كبيرة. من أهم أنواعه ودقها البلانمتر القطبي، والمبينة أجزاؤه في الشكل المجاور. الشكل يبين مسقط أفقي لبلانمتر قطبي على لوحة الرسم. أجزاء البلانمتر يتكون من ذراع تسمى ذراع التخطيط، تنتهي بسن مدبب، وتوجد بها مسامير لتثبيت الذراع، كما يوجد بها قرص أفقي وعجلة رأسية وورنية. والثلاث أجزاء تسمى بعجلة التكامل، وهو الجزء الذي تؤخذ منه القراءات. يوجد جزء مفرغ يوضع فيه ذراع الثقل، والذي ينتهي بثقل مثبت أسفله دبوس إبرة لتثبيته على لوحة الرسم. الأجزاء التي ذكرناها والتي تسمى عجلة التكامل تتكون من، كما ذكرنا، قرص أفقي، عجلة رأسية، وبجوارها ورنية صغيرة. كيفية القراءة على عجلة التكامل؟ القرص يقرأ بالآلاف، والقراءة المأخوذة من العجلة تكون بالمئات والعشرات، وخط الانطباق من الورنية يؤخذ كآحاد. ففي هذه الصورة نجد أن السهم يدل بين 8 و 9، فتكون القراءة 8000. نجد هنا سهم الورنية يشير إلى 5 و قسمين صغيرين، يبقى 5 و2، يبقى هذا يدل على 520. وخط الانطباق من الورنية كان على رابع جزء أو رابع قسمة، هو خط الانطباق، فتكون القراءة 4، وبذلك تكون مجموع القراءات 8524. يوجد مع كل جهاز بلانيمتر جدول خاص به كما موضح بالشكل. هذا الجدول مبين به اسم الشركة المنتجة، مقاييس الرسم المستخدمة، أطوال ذراع التخطيط، والمناظرة لمقاييس الرسم المختلفة، وقيمة الوحدة البلانمترية المناظرة للمقاييس الموضحة. كما يوجد جزء مكتوب به مساحة الدائرة الأساسية، والتي يجب إضافتها على المساحة المستنتجة باستخدام الجهاز
عندما يكون الثقل أو القطب موجود داخل الشكل المطلوب إيجاد مساحته. الشكل التالي يبين أحد الأنواع الرقمية الحديثة من البلانيمتر، ومنه تؤخذ القراءات مباشرة من شاشة صغيرة موجودة به. طريقة استعمال البلانيمتر القطبي: أولاً، يعين طول ذراع التخطيط طبقاً لمقياس رسم الشكل المطلوب تعيين مساحته، وممكن الحصول عليه من الجدول المرفق بالبلانيمتر، ويتم الضبط بواسطة ورنية موجودة على ذراع التخطيط. ثانيا، توضع علامة على حدود الشكل المطلوب تعيين مساحته، يثبت الثقل ويوضع سن التخطيط أو العدسة في الأنواع الحديثة على العلامة الموضوعة على الشكل، وتؤخذ قراءة عجلة التكامل كما تم ذكرها R1 وتسمى بالقراءة الأولى. نقوم بإمرار سن التخطيط على حدود الشكل بداية من العلامة الموجودة في اتجاه حركة عقارب الساعة وبسرعة منتظمة حتى نصل إلى نفس العلامة. تؤخذ قراءة عجلة التكامل مرة أخرى R2 وتسمى القراءة الثانية، وتكون مساحة الشكل مساوية للفرق بين R2 ناقص R1 مضروبة في K، حيث K تسمى الوحدة، قيمة الوحدة البلانيمترية، ويمكن الحصول عليها من الجدول المرفق بالجهاز. هناك حالتين لإيجاد المساحة تبعا لوضع الثقل أو القطب بالنسبة للشكل المراد إيجاد مساحته. الحالة الأولى، في حالة الثقل خارج الشكل، تكون المساحة كما يلي: الثقل موجود هنا خارج الشكل المطلوب إيجاد مساحته، وحنقوم بتمرير سن التخطيط على حدود الشكل، و الثقل ما زال في الخارج. في هذه الحالة تكون مساحة الشكل مساوية للفرق بين القراءتين الثانية ناقص الأولى مضروبة في قيمة الوحدة البلانيمترية. في حالة الثقل داخل الشكل، وهذا يحدث عندما تكون المساحة المطلوب إيجادها مساحة كبيرة على الخريطة، فيتم وضع الثقل داخل الشكل، ونقوم بإمرار سن التخطيط على حدود الشكل إلى أن نصل إلى نفس النقطة التي بدأنا منها، ونأخذ القراءة الثانية. يبقى عندنا برضه كان في قراءة أولى وقراءة ثانية. في هذه الحالة نجد أن مساحة الشكل مساوية للفرق بين قراءتين الثانية ناقص الأولى، قراءة الأولى مضروبة في الثابت، مع ملاحظة إضافة مساحة تسمى مساحة الدائرة الأساسية، وهي مساحة حول قطب لم تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية تكامل الأشكال لإيجاد المساحة بالجهاز. يبقى سي عندنا مساحة الدائرة الأساسية. يمكن استنتاج قيمة سي كما سيأتي ذكره في الأمثلة التالية، وقيمتها موجودة ضمن الجدول المرفق بالجهاز. كذلك يمكن الاستغناء عنها، وذلك بتقسيم الشكل إلى عدة أقسام صغيرة أو أشكال صغيرة، وإيجاد مساحة كل شكل بحيث يكون القطب خارج الشكل المطلوب إيجاد مساحته، وبتجميع مساحات الأشكال نحصل على مساحة الشكل الكلية. يلاحظ إضافة 10,000 على القراءة الثانية لكل دورة كاملة للقرص الأفقي.
بمعنى عندما يكون قراءة الكورس مثلا 3، كورس الأفقي 3، ونجد أنه أثناء القياس مرت الأرقام 4 5 6 وزيرو، وبعدين وصلت 3 تاني، وبعدين ابتدت تمشي بعد كده، يعني مرت على 3 دي مرة أخرى، يبقى في دورة كاملة للكورس. في هذه الحالة القراءة الثانية يجب إضافة مقدار 10,000 عليها. إذا كان مقياس رسم الشكل المطلوب مساحته غير موجود بالجدول المرفق للجهاز، يعني مثلا عندنا في شكل مرسوم بمقياس رسم 1 ل 4,000، لو بصينا في العلبة أو في الجدول المرفق بالجهاز البلانمتر نجد أنه لا يوجد 1 إلى 4,000. في هذه الحالة نختار أي مقياس رسم آخر موجود وليكن 1 لـ1000 ونسميه مقياس افتراضي S1، ونأخذ طول الذراع المناظرة ليه، ونأخذ قيمة الوحدة البلانمترية المناظرة ليه، ونوجد مساحة الشكل على أساس أنه مرسوم بمقياس الرسم الافتراضي. وبعد ذلك من العلاقة الموجودة أمامنا يمكن إيجاد مساحة الحقيقية للشكل كما لو كان قيس وهو مرسوم بمقياس 1 إلى 4,000، والمساحة في هذه الحالة تساوي المساحة التي حصلنا عليها على أساس المقياس الافتراضي مضروبة في مقياس الرسم الافتراضي اللي هو 1 على 1000 مثلا، على S اللي هو مقياس الرسم الحقيقي اللي عندنا اللي هو 1 على 4,000، مع ملاحظة ان هذا المقدار يجب تربيعه. يجب ملاحظة القراءات على عجلة التكامل اثناء امرار سن التخطيط على الشكل، قد تكون القراءات متناقصة، بمعنى أن القراءة بدأت ب1000 ثم تناقصت حتى وصلت إلى 9,000، عملية تناقص. معنى هذا أنها وصلت من 1000 إلى 0 ثم من 0 إلى القيمة التي ذكرت. في هذه الحالة نطرح القراءة الثانية من القراءة الأولى فتكون الإشارة سالبة، ويضاف في هذه الحالة 10,000، وبضرب الناتج في قيمة الوحدة البلانمترية نحصل على المساحة. يبقى المساحة في الحالة دي هيبقى R1 ناقص R2، القراءة الأولى ناقص القراءة الثانية، والقيمة دي هتطلع بالناقص في الحالة دي، هنجمع عليها 10,000 والناتج هنضربه في قيمة الوحدة البلانمترية فنحصل على المساحة. لتلاشي الأخطاء الناشئة عن عدم مطابقة سن التخطيط لحدود الشكل المطلوب تعيين مساحته، يمرر سن التخطيط أو العدسة على حدود الشكل عدة مرات، ونحصل على المساحة بقسمة الناتج على عدد مرات امرار عدسة التخطيط على الشكل. قبل استعمال البلانيمتر يجب حساب نسبة الخطأ في قياس المساحات الناتجة، وذلك باستخدام مسطرة التحقيق، وهي مسطرة صغيرة طولها 10 سم من الستيل في أحد طرفي دبوس لتثبيته على لوحة الرسمة، وهي مرفقة مع الجهاز. بعد تثبيت مسطرة التحقيق على لوحة الرسمة بذلك يمكن إدارة المسطرة فتقوم برسم دوائر أنصاف أكثرها معلومة، وبالتالي يمكن إيجاد المساحة الحقيقية أو المساحة حسابيا باي آر سكوير. كما يمكن قياس هذه المساحة باستخدام الجهاز وإيجاد نسبة الخطأ بعد ذلك.
يبقى نسبة الخطأ فيها المساحات المقاسة بالبلانيمترا هيبقى عندي هنا نسبة الخطأ هتبقى مساوية للمساحة المقاسة ناقص المساحة الحسابية أو الحقيقية على المساحة الحقيقية مضروبة في 100، ويجب ألا تزيد نسبة الخطأ عن 1/10%. في حالة معرفة نسبة الخطأ لجهاز البلانيمترا تكون المساحة الصحيحة لأي قطعة أرض مقاسة بهذا الجهاز مساوية للمساحة المقاسة مضروبة في 1 ناقص نسبة الخطأ بالطبع ناقص لإجراء عملية التصحيح. فإذا كان الخطأ بالسالب فيبقى ناقص في ناقص هيبقى الإشارة موجبة ويتم التصحيح. مثال واحد، استعملنا بالإمنيتر في قياس مساحة قطعة أرض من على خريطة مرسومة بمقياس 1/5000، ولما كان هذا المقياس غير موجود بالجدول المرفق بالجهاز، يعني مفيش عندنا 1/5000 مش موجود بالجهاز، اخترنا مقياس 1:1000 الموجود بالجهاز، وتم ضبط زراعة التخطيط على أساسه، وكان القطب خارج الشكل، يبقى مفيش دائرة أساسية. وكان القراءة الأولى 2354 والأخيرة 7332، وذلك بعد المرور على حدود الشكل 3 مرات. 3 مرات معناها المساحة ديت المفروض نقسمها على 3 عشان نجيب المساحة المضبوطة. المطلوب تعيين مساحة قطعة الأرض علما بأن قيمة الوحدة البلانيمترية طبعا هتبقى المناظرة المقياس الرسمي اللي احنا واخدينه اللي هو 1:1000 اللي هو 8 متر مربع. الاريا او المساحة بتاعت الشكل هتساوي القراءة الثانية ناقص القراءة الاولى في قيمة الوحدة البلانيمترية، وهذا على اساس مقياس رسم 1:1000 باستخدام العلاقة 3 يمكن ايجاد المساحة على اساس مقياس رسم 1:5000، ولاحظ ان هذه المساحة تمثل 3 اضعاف المساحة، بمعنى يجب قسمتها على 3 لإيجاد المساحة الصحيحة لقطعة الأرض. مثال آخر، استعملها بالإنمتر في قياس مساحة قطعة أرض من على خريطة مرسومة مقياس 1:5000، فإذا كان القطب خارج الشكل، خارج الشكل، وكانت القراءة الأولى والأخيرة كذا بعد المرور على حدود الشكل 1 مرة، وقد لوحظ أن القراءات كانت متناقصة، مادام القراءات متناقصة يبقى في علاقة هنستخدمها أثناء إمرار بالإنمتر على الشكل. المطلوب تعيين مساحة قطعة الأرض علما بأن قيمة الوحدة البلانيمترية 10 متر مربع. القراءة المتناقصة تعني أنه إذا كانت القراءة الأولى 2354 القراءة الأولانية فإنها تتناقص حتى 0، ثم تبدأ من 10,000 إلى القراءة الثانية اللي هي 7332، وبالتطبيق المباشر في العلاقة 4 R1 + R2 + 1000 + 10,000 وتتضرب في قيمة الوحدة البلانيمترية فتعطي المساحة لقطعة الأرض. مثال آخر، استعمل بالإنمتر في قياس مساحة دايرة نصف قطاع 35 سنتي مرسومة مقياس 1:1000، فكانت المساحة الناتجة كما هو مبين. ومطلوب تعيين نسبة الخطأ في قياسات الجهاز. إذا استعمل هذا الجهاز لتقديم مساحة من على هذه الخريطة فكانت 568 متر مربع،
فما هي المساحة الصحيحة؟ نيجي الجزء الأولين. عندي هنا مساحة الدائرة نصف قطرها 35 سنتي، أنا ممكن أطلع المساحة الحسابية. المساحة الحسابية في الحالة دي باي آر سكوير، وأضربها في عكس مقياس الرسم في ألف على واحد عشان أطلع المساحة الحقيقية. يبقى دي المساحة الحقيقية بس حسابية صحيحة. المساحة الجهاز إداها كانت القيمة المبينة. ممكن أجيب نسبة الخطأ المساحة المقاسة بالجهاز ناقص المساحة الحقيقية، المساحة الحقيقية 100، فطلعت نسبة الخطأ كما هو مبين. معنى الإشارة الموجبة أن المساحات المقاسة بالجهاز أكبر من حقيقتها. يعني هنا نلاحظ أن المساحة المقاسة بالجهاز كانت 50، أنا هي كانت مطلوب 45، المساحة الحقيقية 45، كويس آخرها 45، أنا كانت 50. فعشان أصححها لازم تعكس الإشارة، وبالتالي لو قسنا مساحة بالجهاز ده كانت 568 متر مربع، فهتبقى من العلاقة دي 568 مضروبة في واحد ناقص القيمة دي بإشارتها، طبعا ناقص زائد هيبقى ناقص، فهيديلي القيمة الصحيحة لمساحة قطعة الأرض. وبذلك تنتهي المحاضرة، وإلى محاضرة أخرى بمشيئة الله.